تزال يد الكويت مستمرة في أعمالها الخيرة، مثل ما نقول للقاصي والداني، يد ممتدة بالخير والعطاء وبابتسامة تثبت الأمل في الروح. فريق تراحم التطوع التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أحد الفرق التطوعية الكويتية الذي انطلق مع بداية العام الجديد بمشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من وطأة برد الشتاء على المحتاجين حول العالم، وأكيد تقاسم السعادة لبث روح الأمل في النفس من جديد. طبعا الفريق انطلق بجملة من المشاريع النوعية للاجئين السوريين في المخيمات في الأردن، وافتتح من خلالها عدد من المراكز والمشاريع الإغاثية والإنسانية. على رأسها كانت رحلة مع طلبة الطب الكويتيين لتقدم الدعم النفسي والطبي لأشقائنا السوريين. المزيد حول هذا الموضوع نتكلم حول فريق تراحم التطوعي. معنا في الاستوديو السيد محمد جاسم الهولي، عضو فريق تراحم. يعطيكم ألف عافية على هذه الإنجازات اللي قاعدين نشوفها بالتلفزيون مع المشاهدين، شكرا جزيلا لكم. الله يعافيك، يعطيكم الصحة والعافية، وجزاكم الله خير على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بداية صباحكم الله بالخير المشاهدين والمشاهدات. فريق تراحم التطوعي هو فريق شبابي تابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وما شاء الله يضم يعني عدد كبير، يعني أعتقد أنه هو أكبر عدد فريق يعني يمكن بالكويت عدد المشاركين المتطوعين. قام بعمل برنامج إغاثي لإخوانهم اللاجئين السوريين، وبمشاركة طلبة الطب بجامعة الكويت، وتقديم هذا البرنامج بعمل توزيع طرود غذائية ومبالغ نقدية، وأيضا حفل ترفيهي للأيتام السوريين، أيضا افتتاح مركز للخدمات التعليمية يعني عن طريق التبرع من المحسنين. بالإضافة إلى تم عمل اللي هو يوم طبي لطلبة الطب لفحص المرضى وتقديم العلاج لهم. نركز على هذه النقطة سيد محمد، يعني مثل ما تفضلت إذا هناك فريق من جامعة الكويت بالطب وراحوا حق الملاجئ في الأردن لمساعدة أشقائنا السوريين هناك، إذا ممكن نتكلم عن تجربتكم في هذا المنطقة. إيه نعم. بالنسبة لطلبة العلم أول مرة، طبعا طلبة الطب أول مرة يروحون معنا، ويعني هناك استشعروا بما يعانونه هؤلاء اللاجئين من قساوة في المعيشة، وخاصة في هذه الأيام يعني الباردة والأمطار الشديدة، وشافوا بنفسهم وقدموا يعني فحصوا شافوا المرضى اللي هم بحاجة طبعا إلى علاج، والعلاج طبعا السيارات المستشفيات بعيدة عنهم، هم داخل المخيمات ما تصل لهم السيارات مثل ما تفضلت بسبب الأحوال الجوية. اي نعم، يعني حتى احنا طبعا هذه احنا اللي رحنا لهم في سيارة متنقلة هي طبية مجهزة طبيا كاملة، فرحنا عند اللاجئين وقفنا في مكان لأن كان قبلها بيومين يعني نزل ما شاء الله مطر عندهم يومين مستمر، فالأرض صارت كلها طين، فالسيارة ما توصل إلى المخيمات داخل، يعني حتى مشينا مشي وهم يمشون معانا وداخل الطين. وهناك يعني حتى يعني وجدنا يعني بنت مريضة وكبيرة بس لا يقدرون يودونها إلى العيادة ولا العيادة توصل لهم، فهم قاموا طبعا في فحصها ويعني بعدين جابوا لها الدواء وعطوها إياها. يعني فعلا المشروع جميل، وحسيت يعني من الكلام اللي كنا يمكن قاعد نتكلمه تحت الهواء انه يعني حسوا الشباب الكويتيين والغير كويتيين ايضا كانوا منضمين معكم في هذا المشروع الطبي، حسوا في فعلا في حجم المعاناه وحجم الدعم اللي قاعدين يقدمونه باسم الكويت لهؤلاء الشباب. غير هالمشروع الطبي، شنو المشاريع الاخرى اللي قاعدين يتساعدون فيها الشباب اللاجئين السوريين في بالنسبه للفريق؟ للفريق احنا طبعا عندنا مشروع الدعم النفسي، ايضا مشروع الدعم النفسي هذا فيه دكاترة، أيضا دكاترة كويتيين يعني مختصين بالدعم النفسي، نسوي لهم هناك نيسا برنامج، يروحون ويقدمون دورات للشباب اللي هم يعني مضطربين نفسيا،
افتتاح عندنا يعني نسوي لهم مشاريع خدمات اللي هي صحيه ايضا وتعليميه. ايضا عندنا مشروع هو مشروع اسمه سكن الكرامه، هذا يعني ناخذ الاخوان الاسر من المخيمات وناجل لهم شقه وننقلهم الى شقه الى يعني محترمه وتليق فيهم وتأويهم من هذا البرد ومن الحر شذي، يعني هذا شكل كرامه. نعم طبعا نعم. اذا كنا نبي نتكلم عن الموضوع ما نقدر ان احنا نوفيكم الحق اللي تستحقونه، بس اذا احد قاعد يسمعنا الحين وحاب انه هو يتواصل معاكم، حاب انه هو ينضم الى هذه الفرق التطوعيه، شلون ممكن يتواصلون معاكم؟ فريق ما شاء الله يعني بابه مفتوح للشباب. يمكن ما قلت لك يعني احنا تقريبا في العدد المشاركين تقريبا 250 شاب. الله يزيدهم. الله يزيدهم. وايضا يشاركون معنا متطوعين من المملكه العربيه السعوديه ومن البحرين ومن الامارات يشاركونا. هو في طبعا عندنا على الانستغرام وعندنا على السناب في حساب ممكن يدشون عليه اللي هو اسمه فريق تراحم التطوعي، ويسجلون اذا في يبي يسجل جديد يسجل عن طريق البرنامج اللي في السناب او في الانستغرام. يعطيكم العافيه. اذا كان معنا السيد محمد جاسم الهولي، نشكركم كثير الشكر على هذه الاعمال الجليله اللي قاعد تقدمونها باسم الكويت. شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك، جزاكم الله خير انتم على الاستضافه.